السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض تحليل اليورين عملي، تحليل البول الكامل عملي. إحنا كنا اشتغلناه قبل كده مع بعض ونزلنا له فيديوهين، ودي حالة تالتة برضو عايزين ننزل كذا حالة علشان تتعلموا أكتر. إحنا هنكتب التقرير مع بعض بإيدينا، تمام، علشان يكون واضح ومفهوم. أول حاجة إحنا عندنا في التقرير بيبقى فيه فيزيكال إكزامينيشن وفيه كيميكال إكزامينيشن كده نوضحه، وهي عندنا الحاجة التالتة اللي هي المايكروسكوبيك اكزامينيشن. تمام، طيب خلينا نبدأ مع بعض حاجة حاجة. أول حاجة الفيزيكال اكزامينيشن. الفيزيكال اكزامينيشن ده الفحص الفيزيائي، بيكون فيه ايه؟ الفوليوم، الحجم، الكولر، اللون، الاسبكت، المظهر بتاعه، يعني رايق معكر وهكذا، السبيسيفيك جرافيتي، والرياكشن اللي هو البي اتش. طب شويه، تمام. نلبس الجلافز بتاعنا ونبدا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها الفوليوم. الفوليوم احنا مش مضطرين نكتب في تحليل البول العادي الحجم بتاعه قد ايه، مش مضطرين لده. فممكن لو انت حابب تكتب الحجم ممكن تشوف الحجم بتاعها قد ايه. هنكتب ان هو سامبل، يبقى الفوليوم ايه؟ سامبل. تمام، طيب الكولر، العينه قدامنا اهي، انا عايز اجيبها لكم بس عشان ما تتدلقش على الورقه. العينه قدامنا اهي، عندك حاجه من الاثنين، اما ان انت تعمل فحص ظاهري على الوضع ده، او الحل الثاني وانا بفضل الحل ده، ان انت تفصلها في التيوب، تجيب تيوب بلاستيك زي كده وتفصلها فيها بالبايبت والتبس. تمام، طبعا احنا لازم نقلب العينه الاول، بس عشان فتحناها لازم نقلب العينه كويس. هتلاحظوا انها بدات تعكر لما قلبناها، لازم نقلبها كويس، وبعدين نبدا ناخد اللي احنا عايزين نفصله في التيوب هنا اهي بالشكل ده كده. ناخد لنا مثلا 4 مللي، 3 مللي، خد كمية بس تملى الأنبوبة علشان تعمل لك راسب كويس وتقدر إن أنت تشوفه. ده بقى اللي أنا بقول لكم عليه. دلوقتي أنا عايز أعمل إيه؟ هعمل فيزيكال إكزامينيشن. دي إحنا مش محتاجين دي دلوقتي خلاص. عايز أعمل فيزيكال إكزامينيشن دي، هجيب بس غطا نغطيها. نغطيها بغطا عشان ما تتدلقش. أنا دلوقتي عايز أعمل فيزيكال إكزامينيشن للعينة اللي قدامي دي. طبعًا اللون بتاعها يلو اصفر، والاسبكت انتوا طبعا شايفين الاسبكت قدامكم اهو ان هو معكر. الاسبكت قدامنا اهو معكر، يبقى هنكتب ان هو تربت، يعني معكر. تمام كده، انا فاضل لي في الفيزيكال اكزامينيشن حاجتين، السبيسيفيك جرافيتي والرياكشن، وبكده كده خلصت الايه؟ الفيزيكال. طبعا على حسب لون العينه بكتب طبعا لونها، وعلى حسب شكلها وهكذا. هجيب ستريب، هنجيب ستريب من الكومبتين اللي قدامنا ده، ده بيقيس 10 حاجات، البيلروبين واليوروبينوجين والكيتون والبلاد والبروتين والنيترايت والليكوسايتس والجلوكوز والليزبسيك. ده الاستريب اللي انا بقول لكم عليه. تمام، بيكون في مواد كيميائيه بتتفاعل مع اليورين اهو، وبنبدا بعد ما بنغمسه في الكوب هنا بنبدا ان احنا نقارن الحاجات بتاعتنا. انتوا كده عارفين اهو ترتيب الحاجات. هنبدا ان احنا نغمس الشريط بالشكل ده كده اهو، لازم الشريط ينغمس كله وتصفيه كده، وبعدين بتبدا ان انت في خلال دقيقه، من 30 ثانيه لدقيقه، بتبدا ان انت تقارن الشريط بالحاجات اللي قدامك دي. هبص اول حاجه على حاجتين، البي اتش والسبيسيفيك جرافيتي اللي هي اللي فوقيها على طول. طيب البي اتش هنا كام؟ طبعا اللون برتقاني اهو، تمام، يبقى كده 5 اسيديك يعني. والسبيسيفيك جرافيتي
طبعا مش 1000، مش 1005، بمشي انا بقى بالستريب كده لحد ما الاقي اللون المناسب للرقم. هاجي هنا هلاقيها 1020 اهي. السبيسيفيك جرافيتي اللي هي تاني حاجه من تحت اللي هي دي، تمام اهي. بفضل امشي لحد ما الاقي اللون بتاعها اللي هو ده 1020. ايه تاني؟ باقي الحاجات طبعا مفيش. نمسك كده مع بعض من الاول، البلروبي مفيش، اليورو بنولوجين مفيش، الكيتون مفيش، البلاد مفيش، البروتين مفيش، النيترايت مفيش، الليكوسايتس مفيش، كل الالوان نيجاتيف، الجلوكوز برده مفيش، تمام؟ كل الالوان نيجاتيف. كده انا عملت الايه؟ الكيميكال تيست والحاجات اللي باقيه من ايه؟ الفيزيكال اكزامينيشن. يعني هنا السبيسيفيك جرافيتي هكتب 1020، والرياكشن هنعمله ان هو اسيديك. طبعا انا كده خلصت الايه؟ الفيزيكال. لو جينا دلوقتي دخلنا على الكيميكال، الكيميكال اللي هم اللي قدامنا دول، الالبومين كان نيجاتيف، الجلوكوز نيجاتيف، الكيتون نيجاتيف، البلوروبين نيجاتيف، اليورو بنولوجين دايما بيبقى نورمال تريز، هو الطبيعي ان هو موجود في البول، فانت هتلاقي اللون مدي سنه صغيره، فهنكتبه نورمال تريز. ولو كتب نيجاتيف برضه مفيش مشكله، طبعا لو مدي بقى بوزيتيف هنشوفه واضح وهنكتبه. دلوقتي احنا ما فضلناش حاجه في العينه بتاعتنا غير المايكروسكوبيك اكزامينيشن. هنبدا بقى نحط العينه بتاعتنا تتفصل في السنترفيوج زي ما هنشوف مع بعض. هناخد التيوب بتاعتنا اللي احنا فصلناها من شويه ونروح نفصلها في السنترفيوج. ادي السنترفيوج بتاعنا، هنحط التيوب زي ما احنا اتفقنا قبل كده، هنحطها في عين، والعين التانية هنحط فيها تيوب تكون حاجة في نفس الشكل ونفس الحجم، وبعدين هنبدأ نشغل، وهنشغل عليها 5 دقايق. نسرع اللفات شوية، 3000 لفة لمدة 5 دقايق زي ما احنا شايفين كده. هتبدأ بعد ال5 دقايق دول أبدأ ألاقي طلع معايا، وانا بطلع الانبوبه الاقي طلع معايا الراسب اللي انا بدور عليه. كده ال5 دقايق بتوعنا عدوا، هنبدا بقى ده هيكون شكل العينه بتاعتنا. شايفين الراسب؟ العينه طبعا اتفصلت، بقى في راسب تحت البريسبتات، وفي فوق الفلتريت اللي هو تمام. دلوقتي بقى هبدا احضر العينه بتاعتي. كل اللي مطلوب مني سلايد، سلايد زي كده، وكفر تمام، هبدا بقى اجيب العينه بتاعتي. انا كل اللي فوق ده انا مش محتاجه، هرجعه في القب بتاعه. طب انا محتاج ايه؟ انا محتاج الجزء اللي تحت ده بس. هنبدا بقى دلوقتي نحضر الشريحه. اول حاجه الراسب اهو، تمام، انا بس بحركه كده علشان يفك، لان هو بيبقى لازق في الانبوبه مكان الترصيب. انا بقلب فيه كده. عندك بقى حل من الاثنين، اما ان انت تاخد بالبايبت في حدود مثلا 50 مايكرون، او تحط نقطه. احنا طبعا مش هيفرق معانا كتير، اللي احنا كده عايزين بس نشوف الحاجات اللي فيها، فهنحط وان دروب كده. نقطه بالشكل ده كده، وبعدين هنحط الكفر فوق النقطة على طول. هناخد السلايد ونحطها تحت الميكروسكوب، تعالوا نشوف ازاي بنظبطها تحت الميكروسكوب. ادي الميكروسكوب بتاعنا، بنبدأ ننزل المسرح بتاع الميكروسكوب تحت، وبعدين بنفتح كده وبندخل السلايد بالشكل ده كده ونقفل عليها. دي كده أول خطوة. الخطوة التانية إن أنت تبدأ تجيب العدسة، العدسة قوة تكبير 10، تمام؟ العدسة اللي هي 10،
وتبدأ تقيد لمبة الميكروسكوب كده، وتبدأ بقى تطلع سنة 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 كده لحد ما تبدأ ان انت تشوف فيلد. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا لو بصيت في الميكروسكوب اشوف الشكل ده، هبدأ انا اطلع بقى ايه سنة سنة كده سنة سنة لحد ما ابدأ الاقي في شكل ظهر قدامي زي ما انتم شايفين كده، زي ما احنا شايفين قدامنا في شكل ظهر الشكل ده كده بالعدسة. طيب ايه اللي قدامي ده؟ انا ما اعرفش. هبدأ اكبر طبعا. لو انت عارف، لو انت باصص في العدسة العشرة وعندك خلفية واشتغلت يورين قبل كده، طبعا دي ابيثيليال سيلز كتيرة جدا، لكن ممكن لو حد لسه في البداية مش هيعرف ايه اللي قدامه ده فيبدأ يكبر. لكن انا كده وصلت للفيلد. هنبدأ بقى دلوقتي نفحص مع بعض بالعدسة الاربعين. عرفنا طبعا الشكل بالعشرة بيكون عامل ازاي اهو، ده كده الشكل العدسة اللي هي العشرة. طبعا بيبقى الشكل مش واضح لو حد لسه ما شافش عينات كتير، بيكون الشكل كده تمام. ببدأ انا اجيب العدسة الاربعين يبدأ الشكل يوضح بالشكل اللي قدامي ده. طبعا احنا عارفين ان اللي قدامنا دي ابيثيليال سيلز. الناس اللي في جروب الواتس ان شاء الله هنزل لكم صور للسلايدات، والناس اللي مش في جروب الواتس هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، هنزل لكم صور سلايدات كتير بحيث لما نيجي نشوف عينه تبقى انتوا عارفين ايه اللي فيها. كل ده ابيثيليال سيلز، ابيثيليال سيلز كتيره جدا. شايفين انا لقيت ايه وانا ماشي؟ واخدين بالكم انا عملت لكم فوكس عليها ايه؟ كالسيوم اوكساليت، كالسيوم اوكساليت. هنمشي تاني، صغر تاني. لو حد مركز هيلاقي ان انا شايف بكتيريا اهي، في برضو بكتيريا قدامنا اهي بتتحرك تمام. هنكمل تقليب برضو، كالسيوم اوكساليت تاني اهي واضحة جدا. لو عملت فاين كده عليها اشوفها اهي، فاينت عليها اشوفها. هكمل تقليب تاني برضو ابيثيليال كتير. يبقى كده شفت ابيثيليال، شفت بكتيريا، شفت كالسيوم اوكساليت. التقدير بقى هنزل لكم ان شاء الله فيديو مخصوص علشان ازاي نعرف نقدر الاشكال اللي قدامنا. طبعا مبدئيا احنا البكتيريا الابيثيليال اللي احنا شايفينها دي هنقول عليها 3 بوزيتيف. الابيثيليال سيلز اللي احنا شايفينها دي هنقول عليها 3 بوزيتيف، والكالسيوم اوكساليت هنقول عليه بوزيتيف واحده، اما البكتيريا هنقول عليها برضو بوزيتيف واحده. تعالوا نشوف مع بعض التقرير هيكون شكله عامل ازاي. تعالوا كده نكمل مع بعض التقرير. اول حاجه الباص سيلز. الباص سيلز احنا ما شفناش باص سيلز كتير تمام، احنا ما شفناش باص سيلز كتير. ممكن هنكتبها في النورمال رينج اللي هي من مثلا من 3 ل 5، هي الطبيعي بتاعها لحد 5، من 0 ل 5. والار بي سيز نفس الكلام برضو من 0 ل 5. الاتش بي اف اللي هو الهاي باور فيلد تمام، الار بي سيز كانت من 1 ل 3، الابيثيليال سيلز كانت 3 بوزيتيف. الكاستس ما شفناش كاستس يبقى هنكتب نيل. الكريستالز شفنا كالسيوم اوكساليت شفنا بوزيتيف. الامورفوس برضو ما شفناش هنكتب نيل. الباراسايتس ما شفناش هنكتب نيل. الاذرز هكتب فيها البكتيريا. طبعا احنا شفنا بكتيريا 2 بوزيتيف، هي بس ما كانتش واضحه في الكاميرا لكن هي كانت 2 بوزيتيف. بكده هبقى انا عملت التقرير بتاعي، عملت فيزيكال اكزامينيشن وعرفنا بنعمله ازاي، عملت كيميكال اكزامينيشن وعرفنا بنعمله ازاي، عملت مايكروسكوبيك اكزامينيشن وعرفنا بنعمله ازاي. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عايزين فيديوهات يورين تاني يا ريت تكتبوا في التعليقات. شكرا ليكم.